عاد خديو التنسيق على غير باقي منظومات ديال ولايه امن مراكش والتابعه للمديريه العامه الوطني في احتفالات بحفل ديال راس السنه اللي غتعرف هذا العام 2020 بحول الله. قاعد قدوة التنسيق كذلك كتساهم من قريب فيما يخص استجابه النداءات ديال المواطنين اللي كيستنجدوا منظومه خط 19 وكيتم توجيه دراجين ونجادات وكذلك الدوائر مختصه من اجل استجابه للطلبات ديالهم اللي كتورد علينا عبر منظومه خط 19، اضافه الى الكاميرات اللي كاينه في جل انحاء ديال مدينه مراكش اللي كتغطي جميع المحاور ديال مدينه مراكش، ومن خلالها كيتبع التحركات سواء ديال السياح المغاربه او الاجانب وكذلك حركه السير اللي كنعطيوها العناصر ديال المرور اللي كيقوموا بهم تسهيل حركه السير نظرا للاقبال الكبير اللي كتعرفوا مدينه مراكش في هذه الاونه الاخيره.